راح تجد خيار آخر أو أمر آخر ضمن الأوبنينج يسمى vertical. إيش معنى vertical؟ لو تلاحظ أنه عندك الvertical opening هي بحد ذاتها هي تشبه الباي فيس اوبننج، ولكن الاختلاف ما بين، يعني حتى الرسم التخطيط الخاص فيها، لكن الاختلاف ما بين هذا الامر وهذا الامر، هذا الامر هو يعمل لك بين بريبندكلر تو سيلكت فيس، يعني للفيس يكون بريبندكلر تقدر تعمله بزاويه معينه على سبيل المثال. هذا لا، هذا يكون مباشرة، يكون vertical opening through the roof floor، يعني ما تقدر تعمل this does not reflect to the angle of selected object. يعني إذا ردت إنه تعمله بزاوية معينة أو شيء من هذا القبيل راح تتجه على الباي فيس أو تختار الفيس بحد ذاته. أما الفيرتيكال فهو بحد ذاته راح يكون عندك إيش؟ راح يكون opening perpendicular بالنسبة إما للليفل. فنفس العمل السابق اللي احنا نفس الشيء لا يختلف، عندك تاخذ فلور ستراكشر على سبيل المثال واخذ الباوندري الخاصه بي بهذا الشكل واقول هنا انا اوكي. بعد ذلك ابدا اتجه الى ستراكشر واختار من خلاله فيرتيكال اوبننج، وايضا نفس الشيء اختار الاليمنت، وبعد ذلك اختار الباوندري، مثلا الباوندري لا على الحظر مثلا بهذا الشكل راح تجي عندنا. طبعا بالمناسبه هو نفسه يعني ما يعمل لك opening ضمن الليفل، يعني تخترق كل الليفل، لا هي opening ضمن ليفل واحدة. اتجي على 3D view راح تكون عندك بهذا الشكل، نفس الشيء تختار الopening ضغطتين عليها يرجعك على الايديتنج، وتقدر من خلاله انه تعطي ابعادك الحقيقية ضمن التثبيت.